اهلا بحضراتكم. يمكن كلام دكتور طارق الادور بالتاكيد يعني بنسبه 100% سليم. خليني اقول لحضراتكم بس بعض الاخبار عن المنتخب قبل ما اقرا الخبر، انه يمكن اجتماع لاتحاد الكره بعد ان شاء الله مباراه تونس، واعتقد بشكل كبير انه هيبقى فيه اقاله للجهاز الفني او شكر، توجيه شكر ليه، بلاش اقاله دي، توجيه شكر للجهاز الفني لمنتخب مصر ان لم يكون يعني في توفيق من بنسبه 1000000% من ربنا سبحانه وتعالى في الفرصه الاخيره للدخول او التاهل لامم افريقيا 2015. عايز اقول ان كابتن شوقي غريب يمكن تولى المسؤوليه من 8 شهور بالظبط. اعتقد ان في 8 شهور دول كنا اتكلمنا كتير جدا انه لابد اننا نحسبها صح، ان يبقى عندنا لاعبين، تجهيز لاعبين في الفتره اللي جايه عشان نقدر نخوض هذه التصفيات بشكل كبير، نخوض مباريات افريقيه كتير جدا جدا عشان نقدر نجهز منتخب قوي. ولكن للاسف ما كانش فيه استجابة لهذا الكلام، وعموما بعثة منتخب الفراعنة تصل إلى تونس استعدادا لمواجهة نسور قرطاج. وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى تونس استعدادا لمواجهتها يوم الأربعاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2015. اصطحب الجهاز الفني 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد الشناوي، حازم إمام، إبراهيم صلاح للإصابة خلال مباراة السنغال التي خسرها الفراعنة أمس بهدف دون رد. وكان المنتخب السنغالي والتونسي قد تأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2015، بينما يلعب المنتخب المصري على فرصة التأهل كأحسن توالي. الاهلي ان شاء الله هيسافر 27 نوفمبر 27 هذا الشهر ان شاء الله لمواجهه سيو سبورت في مباراه الذهاب في نهائي كاس الكونفدراليه، اللي ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله انها تكون لصالح النادي الاهلي. مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم 6 ديسمبر. يمكن الحقيقه كان في ارتياح في النادي الاهلي لرفض الكاف او الاتحاد الافريقي طلب لنادي سيو سبورت بنقل المباراه من ابيجان العاصمه الى سان بيدرو، واعتقد انه يمكن في ارتياح النادي الاهلي لانه مش هيضطر النادي الاهلي لاستخدام الطيران الداخلي بين العاصمتين. مش يمكن اعتقد ان ابيجان الجو بتاعها احسن، لكن هيواجه النادي الاهلي هناك مشكله الملعب وهو الترتان. لكن كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بعد مباراه امس والالتزام كبير من جمهور المصري. بالتاكيد النادي الاهلي بيطمع ويفاوض الداخليه لزياده اعداد الجماهير ل 30,000 في نهائي الكونفدراليه. استقر مسؤول النادي الاهلي على مخاطبه وزاره الداخليه من جديد لاقناعها بزياده اعداد الجماهير المنتظر حضورها نهائي الكونفدراليه الافريقيه يوم 6 ديسمبر المقبل الى 30,000 مشجع بدلا من 20، وتسود حاله من الارتياح داخل النادي الاحمر بعد التزام الجماهير التي تواجدت امس في استاد القاهره لمؤازره المنتخب الوطني امام السنغال وعدم خروجها عن النص، وهو ما يعطي مؤثرا ايجابيا بامكانيه موافقه الجهات الامنيه على زياده عدد الجماهير الى 30,000. ويرغب الاهلي في حشد اكبر عدد من جماهيره لتحفيز اللاعبين في هذه المواجهه المصيريه بهدف التتويج باللقب كاول نادي مصري يفوز بالكونفدراليه. يمكن الاصابات الحقيقه الكتير الفتره اللي فاتت خاصه في قلب هجوم النادي الاهلي، خاصه بعمر جمال طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره اللي فاتت، صلاح الدين الاثيوبي والاصابه اللي تعرض ليها، بالتالي جريده يمكن كلمنا في الفتره اللي فاتت على انه بيحاول الفتره اللي فاتت او بيصر على التعاقد مع مهاجم اجنبي، واعتقد ان في كلام الفتره دي على مهاجم انيمبا النيجيري للتعاقد معاه في يناير القادم. بالتاكيد هقول لحضراتكم على تفاصيل عن هذا الخبر، ولكن الخبر اللي عندنا بيقول ان صلاح الدين الاثيوبي يعود للاهلي 15 ديسمبر. اثبتت اشعه السونار التي اجراها صلاح الدين الاثيوبي لاعب النادي الاهلي عدم تمثله للشفاء من تمزق السمانه الذي تعرض لها خلال مشاركته مع الاهلي امام الزمالك في السوبر المحلي. وسيغيب الاثيوبي عن المشاركه مع الفريق في التدريبات الجماعيه حتى منتصف ديسمبر المقبل، وسيخضع اللاعب خلال تلك الفتره لاداء بعض التدريبات العلاجيه داخل الجيمنازيوم. وحذر طبيب الاهلي اللاعب من التحامل على نفسه في التدريبات من اجل العوده سريعا للمباريات حتى لا تتفاقم اصابته.
بالتأكيد الهم الشاغل في النادي الأهلي في هذه الفترة وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لحشدهم لبطولة الدوري وأيضا للمباراتين الهامتين في نهاية هذا الشهر في نهاية كأس الكونفدرالية يوم 29 ويوم 6 ديسمبر. ولكن هي يمكن الإصابات كتيرة جدا، شريف إكرامي، عمرو جمال، صلاح الدين الأسيوبي، جده محمد رزق، أعتقد محمد رزق هيشارك إن شاء الله، إن شاء الله يلحق لأنه عنده يمكن بعض الخشونة في الركبة، ولكن إن شاء الله 10 أيام نكون موجود مع تدريبات الفريق. ولكن في تصريح النهاردة بيقول إن السعيد وعبد الفضيل جاهزان للمشاركة في نهائي الكونفدرالية. أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي على أن الثنائي شريف عبد الفضيل وعبد الله السعيد سيكونان جاهزين للمشاركة في مباراة نهائي الكونفدرالية المقررة أمام سيوسبور يوم 29 من نوفمبر الجاري. وأكد جمعة على أن اللاعبان تمثلا للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وأبعدتهم عن المشاركة في المباراة الأخيرة. وتغيب الثنائي عن المشاركة مع الفريق في المباراة لفترات طويلة بسبب الإصابة التي لحقت بهما، حيث أصيب عبد الله بكسر في الشظية الخامسة وأصيب عبد الفضيل بتمزق في السمانة. معسكر الجونة اللي هينتهي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم لنادي الزمالك، بالتأكيد يمكن حقيقة استفاد منه نادي الزمالك بشكل كبير جدا في فترة التوقف اللي فاتت ليه الدوري. بالتأكيد ابتدى يعود بعض اللاعبين لمستواهم الطبيعي، يمكن تألق أحمد علي، تألق أحمد عيد عبد الملك، كمان معروف يوسف، عمر جابر، بعض الشباب من النادي الزمالك، عودة محمد شعبان من الإصابة اللي لحقت به في بداية الموسم، يمكن معروف يوسف وعمر جابر أحرز هدفين في مباراة الجونة الودية لنادي الزمالك اللي خاضها من يومين وتعادل نادي الزمالك 2-2. أيمن حيفني ابتدى يشارك بشكل كبير في مباريات في تدريبات كرة القدم، أعتقد إنه كان معسكر مفيد للاعبين اللي ما بيخوضوش أو بيشاركوا بشكل إيجابي في الفترة اللي فاتت. وأعتقد إنه الزمالك يعود إلى القاهرة الثلاثاء بعد نهاية معسكر الجونة، يعود الزمالك إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء عقب انتهاء معسكر الفريق المغلق بمدينة الجونة والذي استمر لمدة أسبوع لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري عقب انتهاء المنتخب الوطني من مباراته أمام تونس في التصفيات الأفريقية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام رأس غارب غدا الاثنين في نهاية المعسكر المغلق بالجونة قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف التدريبات على ملعب حلمي زمورة. بكده تبقى انتهت جولتنا المحلية، فاصل وارجع اتواصل مع حضراتكم ولكن من الملاعب العربية في القمعان.